السلام عليكم جميعا، حياكم الله جميعا في الحلقة الثالثة من سلسلة روقان، ونلعب بتوتال وور وور هامر 3. اللعبة أو سلسلة روقان هذه هي سلسلة نروق فيها، نشغل لعبة ونلعب، نصور ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ونروق دون مونتاج، دون قصقصة، دون ما نحرص أننا نقدم محتوى معين أو شيء معين، لا، نلعب، نختار لعبة، نختار دولة في اللعبة، ونطقطق فيها ونستكشف اللعبة ونستمتع. هذه هي السلسلة باختصار. حياكم الله جميعا. زي ما شفتوا في الحلقتين اللي راحت، أوراين ملك الحرب الحقيقي بدأ توسعه، وأمن الشجرة الأساسية حقته اللي هي The Oak Age، وأمننا الحوالين المحيط لنا، وبدأنا نصعد فوق، نحاول نأمن الدنيا ونسوي لنا درع بشري للغابة. زي ما أنتم عارفين القصة، أن آلهة بريتونيا هي اصلا في الاساس آلهة الود الف ليثل ليليث اتوقع اسمها، فكانت تخدع البريتونيا ان انا آلهتكم وزي كذا، وتوطنوا في المنطقة هذه ودافعوا على الاراضي هذه، فهم يحسبون هذه ارضهم ويختمون الليدي، ولكن هي كانت تخدعهم بالاساس عشان تكون درع للشجرة الاساسية هذه. فاحنا بنطبق رغبات الليدي واننا نساعد بريتونيا يكونون درع لنا في الشمال. وفي عندنا جيش على اليمين انتقل وبدأ يقاتل نورسكا، وجالسين نحاول نأمن الشجرة هذه، وتقريبا الأراضي فيها شبه مأمنة أو مش مهمنة، مدمرة دمار، لكن بنساعد ونسلم الأراضي للإمبراطورية كارل فرانز، ويصير هو يحكمها وتصير خلاص الروت حق الشجرة تزبط وخلاص، والشمال يحمي لنا كارل فرانز. طيب عندنا شيء، اذا انت مثلا ما تابعت السلسله او شيء، عندنا شيء مميز في اوراين الا وهو عدد الحروب. احنا كل ما قابلنا احد يعني بوتنشال ارمي نحاربه على طول. ليش؟ لان اوراين يؤمن بنظريه رحب بالعداوات. رحب بايش؟ بالعداوات. كل ما زادت المعارك او كل ما زادت الحروب اللي احنا معلنينها على دول، كل ما قل رواتب الجنود. يعني زي مثلا لو الجنود هذول نشوفهم، زي ما تشوفون رواتبهم على 87 95 شيء مره قليل يعتبر بالنسبه للوحده. الروح الاوراين هو اللي اعلى منهم نسبه كقائد. نسبه الجنود 5 الرواتب. هذول ترى نخبه المشاه، شايفين هذول اللي ماشي عليهم؟ تراهم نخبه مشاه جيش اوراين، او مو جيش اوراين، الود الف. فعلى 5 4 3 6 جيش اوراين تكلفته 91 فقط لا غير. فان شاء الله مع الحروب زياده اللي اعلنها يصير جيش اوراين ببلاش، ونطمح ان نخلي الجيوش الثانيه برضو ببلاش. طيب هنا قدامنا وولفريك شخصيا موجود، عندنا جيشين معطينها امبوش، في الغالب هو راح يتقدم وراح نشقه في جيش ثاني عدانا من هنا. او في الهيروز جدد، يب صح قلت لكم، ميكسو مركب مجموعه مودات، ما ادري اذا تبغون المودات ولا لا. وكم اللعب هذا الجيش؟ اي انا مخليه هنا يحرس، انا ترى من زمان ما لعبت، مرة من زمان ما لعبت. طيب ما نبغى نسوي جرسون. عندنا المدينة هذه بس نخلي اوراين يتعالج فيها. اوراين هنا خايف من جيش هيلمر او هاينريك كيملر، هم مسمينه على القائد الالماني. طيب جيشه ما هو بذاك الزود، جيشي انا يعتبر جيش جيد. نبغى مساعدات منكم يا بريتونيا، يلا مساعدات منكم. طيب ما راح نبني شيء ولا نبني هنا مبنى، عندنا فلوس كثيره، نبني لنا مبنى شوي يعاون اوراين. كيف الربلانش عنده؟ يعاون اوراين في الربلانش، وجاريسون يعطيه. وين حق الربلانش؟ لا اللي صار فقط هذا، ممتاز. في دوره واحده راح ينبني. طيب ننهي الدوره. وعلى الطاري يا شباب، تراني فتحت ديسكورد جديد خاص بالقناه فقط، ديسكورد ما في شات صوتي الى الان، ولا افكر اني احط شات صوتي. يمكن احط شات صوتي اذا جينا بنلعب لعبة. الشات فيه، الديسكورد فيه شاتات كتابية. اوكي اكت كلو صعد علي. طيب ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. حلو حلو، ما عندك مشكلة. نرحب نرحب بالعدوات. فحياكم الله في الديسكورد، راح تلقون رابط الديسكورد تحت في الوصف. فيه شاتات معينة ونسولف، اللي عنده سؤال اللي يطلب أي حاجة ترى أبد حياكم الله هناك في أي وقت. طيب. اكيد كلو كيف نتفاهم معاه؟ بنكون دفاعيين حنا، نبغى نخلي بريتونيا هم يتفاهمون معاه. حنا عندنا هدف، اهم شيء نحمي الاشجار. اكيد يعتبر خطر في الجنوب، يعني كذا كذا انا كنت حاط بالي اني بحاربه يعني.
ف يعتبر عدو، بس مشكلة إكت إنه يصعد دايما الكلب، يجي كذا فجأة بالإنفاق طق يطب وسط الدولة عندي، بس ما عنده مشكلة. صار جيش أوراين صفر قدامنا، أي والله صار ببلاش جيش أوراين، بس هذا حاصرنا الحيوان. طيب راح نخسر وحدات كثيرة. طيب وش السوات؟ من هذا اللي واقف هنا؟ هيرو؟ يب هيرو تابع له. طيب حاصرني هو، نرجع نتفاهم معاه بعدين. جيش ذا ما يسوي شيء، 7 جنود. عندي الشجرة المفروض ان فيها جيش، اوه والله ما فيها جيش صاحي يحميها. هذا لما الدور الجاي ينبني ان شاء الله ونقدر. خلونا نمسح وولفريك من الوجود. وولفريك خطر. ما راح نطوله، اوكي ما راح نطوله. اجل خلوكم على امبوش وقربوا. 70%. طيب وانت قرب هنا. 70%. طيب هنا كم؟ 65. لا ارجع ورا، خليك على 70. 70. طيب نتمنى ان وولفريك يتحرك ويجينا شخصيا. طيب عندنا مشكلة اوراين لازم نتصرف فيها، اتوقع اني راح اضطر العب المعركة. هنا لا، هذه ما راح احتاجها الحين. هذه تعطيني نظرة على كل الاشجار اللي موجودة في اللعبة والخريطة. هذا ليش نشب مع مين؟ مع الدارك الفز. ابدا ما غير مهتم بالدارك الفز. اتذكر اللي فوق كانت كويسة، يرفع لي ليفل القادة اول ما لفلهم. ميوت اللي هي الستورمز، العواصف البحرية. حلو، اذا كنت بنزل بحر يعني. هنا income from buildings upkeep all elf. مرة ممتازة، هذه ممتازة. طيب نختار هنا، حلوين. طيب يا اوراين، جيشنا يعتبر قوي، الاسهم راح تتصرف مع غالبية الكل. احنا بنفوز لكن بنخسر وحدات قوية، انا ما ودي اخسرها، وحدات النخبة صراحة، خاصة ان جيش اوراين يعني ببلاش. فخلونا ندخل المعركة. زي ما قلت لكم سلسلة روقان، راح العب اللعبة زي ما انا العبها دائما، لان لو كنت اصور مثلا المعارك ذي بتغثني، اوه بتطول الحلقة، الناس بيكرهونها، ما ادري وش، لكن روقان اخذ راحتي. وفكر اخلي سلسلة روقان هي السلسلة الوحيدة في القناة اللي فيها فيس كام، عشان يعني ناس كثير يبغون الفيس كام وزي كذا. ف ثواني بس بجيكم سريع. اي زي ما قلت لكم ناس كثير يبغون الفيس كام، واشوف انا برضو الفيس كام يعتبر كويس كمقطع، انك تشوف وجه الرجال وتشوف ردة فعله وكل شيء اللي جالس يصور معاه او جالس يقدم لك محتوى، لكن في مقاطع المونتاج تكون صعبة شوي يعني. يعني زي مثلا عندي سلسلة توتال وور، ترى او مو سلسلة توتال وور، سلسلة بانر لورد خاصة حقت شاكر الحين، ترى تاخذ مني وقت كثير مرة كثير، وانا اصور ومنتج واعيد وارجع واسوي. بعض الاوقات اصور حلقه كامله اقول خايسه ما مو حلوه تنزل، فارجع اعيد تصويرها مره ثانيه. طيب اوراين في الوجه نخليه ياكل الدمج، هذه تعتبر مقاتله قويه. الساحره لا في الخلف، رامي الاسهم في الخلف، رمات الاسهم هذول هم المهمين. الجيش هذا نعطيه رقم 5، نرسل لهم لحالهم في الوجه يموتون. المقاتلين وقفوا كذا كصف، مرة مقاتلين ضعاف جدا، حتى خياتي ضعاف. العشم كله في الأسهم باختصار، العشم كله في الأسهم، إنهم يشيلون القائد بسرعة. وين هيملر؟ ما هذا كيملر وينه؟ المشكلة معهم كريل مرة يخوف. طيب ناخذ الأسهم نعطيهم رقم 6 عشان أقدر أتحكم فيهم بالراحة. كيملر لا نزله بيغثنا، كيملر مرة بيغثنا. سحر رقم 3، ما عندي سحر. غريبة ما اعطيتها سحر انا، ولا هذه ساحرة جديدة. اتوقع ساحرتي ماتت، يب كانت عندي ساحرة وماتت. طيب جيشهم بدأ يهجم الان. اوراين انت لها يا اوراين، وين رميت الاسهم حقتي؟ اضربي لي الساحر هذا. حلوين. اسقيم في شجرة فين؟ لا حلو تدمج. هذا هو كيملر. كريل مقاتل، الحين شايفين الكايوس لهم مراتب. حلو، اعلى مرتبة اللي هو التشوزن، فكريل عبارة عن تشوزن انديد، واحد من الكايوس اعلى مراحل الكايوس تشوزن مات وقام نقاش اللي هو يعتبر تقريبا يعتبر آلهة اله الموت في اللعبة واحياه.
فشيء وشخصية جدا 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 قوية، جدا قوية في اللعبة. وخاف الصدق تضرب من الخفافيش دي، الجيش نقدر نتفاهم معاك في الخفافيش، يبغالي انتبه لها، نحاول اننا نشيلهم اكثر من الجنود عشان ما ادمج الجنود. طيب اتوقع نطول هذول من هنا، ولا انتم خلوكم، لا لا ارجعوا استعدوا استقبلونهم اذا جاء. طيب بدا الجيش اللي قدامنا يجي الان، السمنة راح ترشقهم. اضرب اضرب، انا شكلي في احد الرومات في الديسكورد، خلنا نطلع. طيب السمنة بدأت تضرب، كريل رسبا ولا باقي؟ كريل رسبا ولا باقي؟ باقي، السمنة بدأت تضرب. حلوين حلوين الاشباح ذول، الدمج السحري هو اللي يأثر فيهم فقط لا غير. الاسم الفيزيكال شوف عندهم مقاومة للضربات الفيزيكالز 55%، فنص الدمج حقي ما راح يفيد فيهم. هيدا الانمي ريفيل، من هو؟ من هم اللي كانوا مخفيين وطلعوا؟ مشكلة سلعب على هارد انا ف... طيب يلا اضربوا ذول اضربوا ذول اضربوهم، جو 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 جو، اللي يطيرون ذول هم اللي يخوفون لانهم يقدرون ينزلون على اسهم ورا، والاسهم لحالهم ما يسوون. طيب نزل اوراين، استخدم ضرباتك السحرية، حلو زي ما قلت لكم انزلوا على اسهم الكلاب. طيب اضربوا اللي يطيرون بسرعة، انتم فرقة فاضية انطلقوا، غطوهم ساعد ساعد ساعدوهم. ضربت اسهم هنا، انتم الطيور وينهم؟ حلو الطيور تجمعوا هنا، اضربوهم اضربوهم خام ضرب، حلوين حلوين ساعدوهم من هنا، ممتاز ممتاز. طيب اوراين جالس يقاتل ببسالة، رامية الاسهم تقاتل برضو بس تقاتل الوحوش الكبار. طيب استدعى، وش الساحرة تسوي عندنا؟ تسبب دمج، خلنا نسبب دمج على الأشباح. يب صار لنا خيالة هنا، مشكلة الأندد إنهم ما ينسحبون، يموتون يموتون نهائيا، فقط يقدرون يقاتلون لين يموتون. طيب انسحب هنا، وراين في الوسط الحالة معاه الهيرو هنا، عندنا هنا هيرو رامية أسهم نبغاها تثبت لنا، ثبت الكيملر وركز عليه انت، ركز ركز عليه، ارميه ضربة كذا حلوين. وراين ضربة ثانية على التجمع اللي حوالينك، كيف المعركة ورا؟ انسحب تحت الفرق، الطيور حلو قاموا يموتون. طيب لفوا كذا الاسهم، لفوا كذا الاشباح، ما زال وين ساحرتي؟ الضربه ذي الحين بتنهيهم، دمجهم ضد السحر مره ضعيف، فالسحر يذبحهم، شوفون جالسين يموتون، السحر يذبحهم بشكل افضل. طيب ماتوا اغلب الطيور اللي في الميمنه، هاي اسهم تعالوا من هنا اضربوا اسهم، انتم ركزوا هنا. كريل نزل هنا، بس كريل راح يموت مع الوقت ان شاء الله، انه مو ملفله. كوز دامج سيفل، طيب هذا اذا قل ما هم حاطين لي اذا هل هو يموت ولا لا. طيب سحب الاسهم، نحفش الاسهم، افضل حل مع الوحوش الكبيره الا وهي الاسهم. هنا في ترولز وينهم؟ ماتوا. طيب ركز لي على كملر بالله، ورايون اعطاها ضربه هنا برضو عليك، طبعا ما يتاثر. اضرب 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 اضرب، اضرب. ايوه ماتوا، هو في الجو هو مسوي شار العربة هذول هم اللي ادورهم الترول او الكبرت ذول. طيب المقاتلين يضربوا مع الجنب، وراين الحالة ماسك الجيش اللي في الوسط، هذه الجليد سحبت، انتم قاتلوا من هنا، الاسهم في اسهم رجعوا، يب هنا في خيالة، خلوكم قريبين بس من المعركة لا تتلقفون. طيب مين في وحدة؟ الكل جالس يقاتل، الكل جالس يقاتل، يعني الكل المهم جالس يقاتل، اللي دمجهم ها ماش خلهم. طيب الكبرت ذول على وشك انهم يموتون فندمجهم، لان ذاك كملر الكلب جالس يهيئ. طيب اخر ضربه وتمسح هذولا، واوراين راح يبدا يركز على القاده. كم قتل اوراين الحاله؟ 251. هو اوراين مسك الجيش الحاله، شايفين الجيش؟ اوراين مسكه. الله الله الدمج، الله يا اوراين. اوراين المعبر، اوراين الاسطوره، هو شجره.
أوراين عبارة عن أشخاص كثير تدرون ولا لا؟ الله، ونجيب زوجة أوراين تدخل معاه في الجيش. يا سلام، ودي أوريكم إياها زوجة أوراين. طيب أسمهم بدأت تصير مزعجة، ومو أسمهم القادة الهيرو حقينهم. كريل ما زال موجود. آه جالس يموت كريل، جالس يموت خلاص. جالس يموت ولا يتدمج؟ هو المفروض ان على وقت معين انحش انحش الهيرو، انحش انحش انحش. اوراين اسحب على الجيش، اسحب على الجيش، اسحب على الجيش، وانطلق وانطلق على اوراين. بس خلينا نقفل الواتساب اللي في الجوال. طيب ايوه، امسك امسك كريل، امسك كريل. حلو، اقشع كريل. كريل هو اكبر خطر الحين في ميدان المعركة ضد منه، والله كريل. طيب ضربة حلوة على الله ساحرتي، دمجي لي كريل، مو كريل، كملر، دائما لخبط بينهم سبحان الله. طيب الاسم ذا خلص رصاصهم، ارجعوا انتم دمجوا لي العربة ذي، العربة غثيثة تقدر تقويهم من حولين. اوراين بيموت، اخ ما انتبهت، مرة ما انتبهت. انحش اوراين، انحش. قايل لكم كريل ذا أذية، قسما بالله أذية ذا الكريل. شيل لي كريل بسرعة، شيله شيله، ركزوا على كريل. مرة استهترت أنا، مرة استهترت. هنا شيل لي، شيل لي كريل، ارمي كريل، ارمي برمحك. وين في واحدة تثبت؟ اللي تثبت منحاش. انحش 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 انحاش. انتم انحاشوا، اضربوا كريل، اضربوا كريل. وراي ننحش شوي. ابن الكلب كريل، ابن الكلب والله قوي. ساحر تنحاشي، اضرب كريل بسحر وانحاش. انت منحاشة، انت تدخلوا هنا كلكم، انتم ادخلوا. ساحر تنحاشي، وراي جالس يضربه بالرم. اذية ذا الكريل قسما بالله انها اذية. خلاص بيموت، بيموت. انحاش منه، انحاش منه. السمنة خلصت، يبغانا نرفع نسبة الرصاص. طيب مات القذر، كريل بيموت خلاص. خلنا نشيل القائد، بعدها خلاص كلهم بيموتون. القائد ما هو اندد، بلا والله اندد، يجيه يطاح المورال حقه. طيب ركز على، ركزوا على الزفت ذا. ركز هنا ساحرتي، اضرب يا كملر، وانت برضو على كملر. يا ساتر والله بغيت اجيب العيد. راين بغى يودع هنا، هنا واجه هنا، اسحب على الوكل. خلاص نسرع المعركة، خلاص بيموتون هم الان. بس اهم شيء راين، خلينا ننتبه له لا يموت. راين لا يموت، جالس يمسح جنودي من الذين. من متى انت قوي قتاليا؟ مات احسن. يوه والله معركة كانت صعبة، بغيت اجيب العيد، بغيت اجيب ام العيد. طيب بس وراين والله ذبح حول 300 مرة، جزاك الله خير، مرة شكرا، مرة شكرا. مسحنا جيشهم، انا كذا كذا بواجه، بس كنت بواجه وانا بعافيتي. اتوقع، اتوقع اني خسرت وحدات، طبيعي اني خسرت وحدات، مو انسحبوا كلهم. بس يلا عوافي، عوافي. نجند مع وراين جيش الان، ودي ارجع اوراين برضو للشجرة، واحاول اني اجند الجنود النخبة من عنده، لان جيش اوراين بلوشي. دام جيشك بلوشي يا صاحبي، خذ اقوى شيء، خلي جيشك كله تنانين. فكرة ما هي بشينة. عاد خلينا نشوف الهيروز برضو يخفض، يخفض رواتبهم ولا لا، ولا بس الوحدات المقاتلة. هذا شيء بيرفع لنا الدخل بشكل كبير، وخلينا نطلع جيوش كثيرة يعني، نتوسع اكثر، ومباني نبنيها باريحيه، ونكون علاقات، ونوزع فلوس، ونقوي دول بالراحه، مره بالراحه. فاسلوب لعب الود الف مره مره حلو. ودي اخلص سلسله الود الف قبل العيد، ودي اسوي فعاليه في العيد اني العب برضو وور هامر، بس العب بالبيستمن يعني، عيد اضحى وتيوس وزي كذا. طيب عندنا اثنين ثلاثه نخبه راحوا، ودانسر راحت واحده، اربع فرق يعني، جيد، شيء جيد. طيب نبغى ناخذ اللي هو الريبلانش. حلو، جيشه مو كلها انتهى،
هذا شيء اضافوه فور هامر 3، ان بعض الجيوش او الجيوش الاندد في فرصه انه يصير لهم ريزركت، في فرصه انه يصير لهم ريزركت، بس ما في مشكله. وش في هنا في النخبه؟ ما نبغى نجند شيء من هذولا، نبغى نجند من هذولا، نبغى نجند. وش في اقوى شيء؟ هذولا ب 1700 ب 1600، والله المشاة كويسين، وبرضه هذولا يصيرون تانكات، فهمت الفكره؟ هذولا هيلثهم 8400، هذولا هيلثهم 8700 وعندهم ماجيكال اتاك برضه. طيب ناخذ لنا اثنين من ذول، وناخذ لنا اثنين من ذول برضه. دورتين اوراين راح يبدا يجهز جيشه، ولا تصدقون؟ لا اخاطر، لا اخاطر، في احتمال كبير يهجمون على جيش اوراين، فنبغى نرجع الى اراضينا ورا، انسحاب شوي. زي ما انتم عارفين انه ما هو بفارق معي، استردوها، هاجموا، انتصروا، خسروا، دامهم بعيدين عن اراضيي ما عندي اي مشكله. طيب نبغى ننسحب باوراين، انا اتذكر حاط كل شيء اوتو باستثناء اوراين. طيب اوراين والله ناسي وش لفلات اللي كنت معطيك اياها يا صاحبي، لكن هذه قوتك قتاليا، انت امورك زينه قتاليا. نبغى الارمر، اوكي، هذا السرعه، سرعه اوراين، نبغى يصير طياره صرصور في الماب. الساحره، وما ادراك ما الساحره، اعطينا البندلم ذي مره قويه، افضل الضربات عندي في اللعبه، يا ما صارت لي بطولات فيها في الاونلاين، استخدمها في الاونلاين مره عظيمه تعتبر. طيب وعندنا هنا هذه، خلاص الامور زينه تقريبا، كلش زين. نسحب اوراين ورا بيهيل، اموره زينه. طيب الجيشين هذول مسويين فيهم امبوش، حلو. الجيش هذا شكلي بزود له جنود. طيب حنا راح نواجه سكيبن، الجيش هذا في الغالب راح يواجه سكيبن، فمحتاج خلنا نعطيه هذا. وش قلنا يقوي حنا؟ وش قلنا يقوي هذا؟ نتأكد وش يقوي. يقوي الدانسرز الراقصات، فنبغى نعطيه رقصات. معطينا حنا أربع دانسرز انت انفنتري، نحاول نعطيه انت لارج في حال واجهنا هالبت ولا الوحدات الكبيرة دي. طيب ننهي الدورة، نشوف كيف الأمور. أنا أحتسي القليل من القهوة، ما أدري، غريبة جالس أصور وأنا رايق، هدوء كذا، مو أسلوبي مو أسلوبي المعتاد الحماسي، ما أدري، أحس مع اسم السلسلة روقان، العب وأنت رايق يا صاحبي كذا ولا بالعادة. أوكي شباب، خلونا الآن نروح نسوي ونفعل هكذا ونهجم على النورثرن كايوس ونجلدهم. هذا اسلوب المثل، لكن حاليا جالس اصور اسلوب، ما ادري هل هذا اسلوبي الصدقي، هل هذا الاسلوب اللي ارتاح فيه، والله ما ادري، لكن نايس نايس، حلو حلو، يخليك تستكن، ولا ايش رايكم؟ حلو. طيب ما نحتاج فلوس، نحتاج ساتسفايد، نرفع اوه والله صعد، قلت انكاونتر في الغابه، في احد الغابات البعيده. طيب ما عندنا مشكله، وين باتل اجينست ريس جراند كاثاي، اذا فزنا على احد جيوش كاثاي راح تنضم لنا، اللي هي كونفدريت سبريت اوف تشالين، اتوقع هذه هي الدوله اسمها، اي هذه هي. راح تنضم لنا الغابه هذه جهه كاثاي، والله حلو، ما قد شفت المنطقه ذي ابدا في اللعبه، فمره بيكون اكتشاف حلو او تجربه حلوه نروح نستكشف الاشجار هذيك. طيب دامنا على حدود يعني دولتنا، نرجع اوراين لهذا الحد ونخليه يدخل جوا ويجند، افضل الجنود افضل. طيب الفامباير يتفاهمون معاها الشله ذول، خلنا نكلم خوينا ذا، نعطيه المدينه اللي احتليناها له. ميلتري الاينس، ميلتري الاينس، لا لا تعطيني ميلتري الاينس، خليك كذا بس. موس بغيدنت بغبغيزنتيتي زغبغبهم كولو تنسي قدر. طيب حلوين، هذول ما وقعوا في الفخ مره ثانيه، يستهبلون. وولفريك انسحب، هذا جاي هنا، اتوقع انه راح ينسحب اذا جيته. انا الصراحه ما يهمني جيشه كثر ما يهمني المدينه. طيب والله بعد مره، راح نطارده ونحاول نمسحه، لان القاده ذول كلهم جدد فنبي نحاول ان نلفلهم. طيب يعني الليفلات ما تمنع،
وفي هيروز هنا تذكري، في اثنين ليجندري هيروز. طيب عطنا ريبلانش، هل نقدر ندور على المدينة ولا لا؟ للأسف لا. فأنت قربي هنا أقرب شيء، وأنت أبغاك تجين على حدودها عشان تدعمينها، وحطي أمبوش. ممتاز ممتاز. طيب ساحرتنا هذه الجديدة الكلية من نوعها، قبل ما نعطيها سحر نبي نعطيها حاجات تقوي جيشها. وعندنا الشخصية هذه الليجندري ساحرة، هذه برضو تعتبر تقوي سحرها، سحر كهرب. هي ذي وش تقوي؟ تقوي السحرة، اتوقع تقوي السحرة. Heroes can cast additional spell from their lore without unlocking them. اوكي. تضيف مهارة للسحرة، اتوقع يستخدمون ضربة سحر عشوائية. طيب ما في مشكلة. القائد هذا ما زال يجند، نعطيه اثنين برضو زيادة من هذولا. الشجرة هذه هل في وحدات هنا كويسة؟ جند، هل في وحدات كويسة؟ اوكي تري من هنا تقريبا بنفتحهم، فيصير اوراين يجند من عندهم. ننهي الدورة، دخلنا 6000، يعتبر شيء جدا ممتاز، شيء جدا جدا ممتاز، مو ممتاز بس جدا ممتاز. بالنسبة لأننا مطلعين 4 جيوش، وأغلب الجيوش فيها يعني وحدات نخبة، وحنا متوسعين بشكل كبير، فحنا دخلنا ترى دخلنا يمكن 7000 أو 8000، واللي يجيني منه 6000 ترى، لأن الجيوش رخيصة مرة. أهلا دورثو، تبغى تجارة؟ أنا وش كنت بسوي علاقاتي مع دورثو؟ عادي سوي معاه تجارة. ناس الأهداف والخطط اللي كانت في بالي كيف كنت أبغى أسويها معاه، بس يعني يلا شيء جيد. طيب فاكشن ديسترويد، تدمر احد الفاكشنات، رجعت الرواتب، هذا كنا نحارب احنا. طيب يا صاحبي وراين ادخل جوا، ما يقدر يجند، خلاص سوي ريبلانش يا صاحبي، على بال ما المباني ذي تنبني. اللفل المباني هنا جاتنا فلوس كثيرة. البي ويتشر اللفل هذي ماكس كم تاخذ؟ 19000. اوه طيب اللفل اللي تعطينا جروث برضو. هل في مباني خاصة هنا مهمة نحتاج نبنيها؟ راح نحتاج جروث، الكثير الكثير من الجروث. طيب راح نحتاج جروث عشان نبني المباني هذي. طيب اللي فوق كيف وضعها؟ معليش ازعجتكم. هذي نبني فيها جارسون زيادة، جالس ينقص سالب 2 بسبة ان الاعداء مسيطرين، اهل الشمال نورث كام مسيطرين على اغلب الجذور، فاحنا نبغى ناخذها ونعطيها كارل فرانز يحميها بالنيابة عنا. طيب ناخذ المدينة هذه نحتلها. حلو، وما يحتاج لنا ريبلانش، فاطلع منها ونروح نكلم كارل فرانز من الان نعطيه اياها. لا اتخسي تاخذ الشجرة، خذ المدينة ذي وعطني، لا لا تعطيني فلوس حتى، ما احتاج فلوس، بس خذها وفكنا من شرك، خليك فلوسك لك تقويك. طيب حلو، الآن هو حليف لنا، سالب 1 المفروض، لا ما في سالب 1، ممتاز. المدينة ذي أمورها زينة، كم باقي مدينة ونحميها؟ ثنتين مع الأشرار، مع يعني أعداء لنا، وواحدة مع واحد نيتشرال. لا هو عدو ولا هو حليف، جالس يحارب كارل فرانز. بوريس هو وجهه. طيب كيفك يا بوريس؟ الجيش هذا جهز تقريبا. سليوسترا جالسة تحوم حوالينا، كيف وضع خوينا ذا؟ يا باليكر ليش انت كذا مصعد؟ طيب هل في احد نقدر نحاربه؟ نشوف، بنرجع رواتبنا صفر. ما في احد صراحة، كل اللي كذا كذا بحاربهم حاربتهم. دخلنا كم؟ دخلنا تقريبا 11000، والرواتب 4600، مرة قليلة ترى 4600، مرة تعتبر قليلة. طيب ننهي الدورة، تقريبا ما عندي شيء اسويه. لا هذا ابغى اجند له. اوكي خذنا لها الان مقاتلين، هو ما يقوي رومات الاسهم بس نبغى نعطيه رومات الاسهم. الواي ووتشر كم بياخذون دورة ويطلعون؟ 3 دورات، بعد 3 دورات اعطيه واي ويتشر، فما راح اجند الاسهم. ودي كذا شيء تانك،
هنا وش احتاج؟ ارموري. اوكي، احتاج ارموري عشان اطلع له فرقة الدانسر القوية ذي. الارموري وينه الارموري؟ هنا الارموري المفروض، هذا هو. يب ليفل ارس ساري. اوكي ليفل 2 او ليفل 3 هو الارموري. نحتاج جروث، فقع لنا جروث، تكفى يرحم والدينك، فقع لنا جروث. حلوين حلوين، امورنا زينة والله، جدا امورنا جدا زينة. مو بس زينة، زينة اللي رايقة. عشان نلعب بروقان، امورنا عسل يا عسل. حلوين، ننهي الدورة ونحسي قليل من القهوة. طيب وولفريك ما ادري ايش فيه، ينسحب شكله يوم شاف جيوش ينسحب. معقوله؟ ممكن. ودي اوراين الحين كارل فرانز يسحب جيش ويحطه هنا في الشمال، او يعاونني اامن الشمال. اامن الشمال. يب. طيب وولفريك جالس يلعب ثيلا، راح يسار. اوه خلني اشوف بريتونيا. نعم وش تبي انت؟ تجاره انت؟ لا ميلتري اكسس، توكل على الله ما في. طيب خلنا نشوف بريتونيا شو صار عليهم مع كيملر. وايلد هانت وقف، فالبطات حقتنا خفت والله. جلدهم كفو يا ليون، كفو والله. ودوار فينا اخذ المدينه ذي برضو، ممتاز ممتاز، حلو حلو. كيملر جالس تسوي هنا؟ والله جالس تسوي هنا. طيب نسحب جيوشنا اليمين، هنا بيجينا اتريشن، فقربي بس هنا انتي، وانتي قربي جنبها هنا. طيب اتوقع الدورة الجاية راح نقدر ننطلق. عطوها تكتيك الامبوش، امبوش. طيب حلوين، مدنهم دائما بالعادة ما يكون في اول. والله جرسهم مرة قوية. هذه مينا، فالمينا يعتبر مرة قوي، مرة قوي لنورسكا. طيب اوراين الان اتوقع يقدر يجند. وش في تقدر تجند يا اوراين؟ نبغى شيء كذا، اغلى شيء في الحياه. اتوقع جيش اوراين ببلاش، فامورنا زينه جدا جدا زينه. ف نبي ناخذ الكثير من النخبه. حلو اللي فقدناهم. لا هذا مو نخبه، هذول سبيرمن يا غبي يا حمد، هذولهم النخبه. حلوين حلوين، جيش ببلاش. شوف رواتبهم كيف ببلاش، صفر. هذا وش كنا بنعطيه؟ هذا اللي بنعطيه الواي واتشر، ونبنعطيه من هذول القويين. وش في بعد هنا مبنى؟ ارموري نقدر نبني، ايوه نقدر نبني هذا، بس ما راح نقدر نجند له. الشجرة هذه كيف امورها؟ نطور. اتذكر في شيء كان يرفع لي الجروث، اتوقع الشجرة ذي هي اللي تقوي جروث برضه. والله ناسي ناسي كيف. طيب ما عندنا مشكلة، معليش ماني مجند لك، وما ابغى ابني اوت بوست ابدا. وننهي الدورة، ننهي الدورة سريع سريع. الثاريون شكله مبدع، اللي هو التور تور ايفرس، او بالاحرى باتمان، في شخصيته زي باتمان، فهمت الفكرة؟ المدافع حق اولت وان. ارحب، هلا يا صاحبي. تبغى ادخل معك ضد كملا ضد بوريس؟ والله حارب معاه زي ما تبي، لكن انا ما فاضي لك ولا فاضي البرس. لا امن جذوري، جيت البرس، لان برس ما هو جالس ينقص من الروت حقتي. انا مصلحتي اهم. ايوه ايوه ايوه، أيوة. اكبر عدو لل وود الف وصل، الا وهو البيستمن. وملقر شخصيا جايني، بس ليش جيشه قليل؟ غريبه، جيشه جدا قليل. طيب بتريس كم؟ ستة. طيب نبغى نرسل قائدنا هذا عليه، قولوا ليش؟ قائدنا ذا مسكين ما خاض اي معركة وما لفل، ودنا احنا نلفله. ف انطلق هنا وورنا شطارتك، كيف تتفاهم مع مولوجر؟ مع ان في اوراين موجود هنا، او في بيست من هنا برضو. طيب انطلق على البيست من كازاك نفسه، بس ما ادري وين كازاك الصراحه. طيب نحاربه، واتوقع لها هجمت عليه بينحاش، اتوقع. انطلق يا اوراين، واجه. اي والله اني داري انه بينسحب.
طيب ما في مشكلة، احنا اصلا كذا كذا ناويين نطلع يعني، خلاص من الشجرة امورنا زينة. خلاص خليك وراه. الحلوين الثنتين ذول البنات، طيب يطولون المدينة ممتاز، وفيها شخصية من شخصيات نورسكا حقت ولفريك. طيب واحدة توقف هنا والثانية هذه سيجا تاكر فيها، لا القادة ما هم سيجا تاكرز، فيمكن يقول لي اذا فيها جدران يمكن يقول لي لا نحتاج. اي والله وولد سيتي، لا المدينة الثانية هذه الوولد سيتي، هذه ما هي وولد فنقدر نهجم عليها. طيب بتكون معركة متأكد انها صعبة لان الجاريسون تبع كورن، كورن قوي باختصار. طيب لا ليش ما دخل، شكلهم هم متحالفين. طيب اخذنا المدينة ذي ممتاز. طيب نقدر نمسك ذا، نحاش الأهبل. طيب ما عندنا مشكلة. نبغى نسلم المدينة إلى كارل فرانز، صلح له ونطلع برا المدينة. مشكلة سجين التريشن، التريشن في المقاطعة مرة عالي للكيوسيس، ينزل الآن. طيب ما في مشكلة نطلع الجيش، راح يلقوا متريشن بس ما في مشكلة، خلا يلقوا متريشن. خلنا نشوف الاتريشن نسبته كيف. لا والله عالية الاتريشن نسبته. طيب انت تقدرين تقربين للمدينة، خليك قريبة من المدينة، المدينة راح نحافظ عليها شوية كارفرانس نحتاجها. طيب لفلوا البنات، خلنا نقوي سالفة الامبوش لان لاحظ يلعب فيهم لعب تكتيك امبوش فبيفيدنا. نرفع لها الريبلانش ممتاز. طيب اوت بوست، ما ابغى ابني اوت بوست حاليا، ماني في حاجه اوت بوست ابدا. طيب مين في نقدر نحاربه، مين يكرهني؟ كذاك ما نبي. طيب ما في احد نقدر نحاربه فامورنا زينه. نرحب بالعدوات، احنا ما عندنا مشكله. دوره 37 ما زلنا بدري وقوتنا مره عاليه. يبغالي اتاكد من شغله، تصدقون في شغله نسيتها، مره نسيتها لازم اركز عليها لانها مهمه. المهمات حقت الكونفدريشن، وش مطلوب مني، وش مطلوب مني احارب جيش عشان اقدر اسوي كونفدريشن لدوله من دولات الود الف. فا اوكي هجم كازاك على اوراين. لا انا مسكته وهو ماشي تحت الارض واشق وجهه شق. حلوين. وهنا في جيش ثاني. اوه مولجر دخل على ذا، يلا استانس لبلنا، اعطيناك ليفل وعطنا اكسبيرينس برضو. طيب حلوين، حلو حلو امورنا زينه. انا من صالح ان اكيت وموجو يبقون موجودين ما تدمر دولهم، بس نقول ان شاء الله ما تدمرت. طيب هذول السيسترز ميلتري ليدرز، اتوقع السيستر ماتوا. طيب ناخذهم السيستر لان فيهم فاكشن ديستروي. طيب فاكشن ديستروي كلهم تدمروا الاثنين ذول. طيب لما نشوف الشخصيات اللي جتنا ان شاء الله نزوج اوراين بينهم، ليجندري لورد سيستر توايلايت. طيب نرجع للشجره السيسترز، نقدر نجندهم. عندنا السيسترز وعندنا ديث. طيب الهيروز كيف نطلع زوجة اوراين، السيستر جونا هم اللي يطلعون زوجة اوراين. غريبة، ممكن تجي المهمة بعدين. طيب خلينا نشوف مهمات الكونفدريشن. هذه ثلاثة ضد دورفز، اوكي راح ناخذ دورثو. وهنا فوز ثلاثة ضد السكيفن، وراح ناخذ السيستر توايلايت، السيستر خلاص جوني. وهنا يقول لك ضد كثاي و راح تاخذ اللي هناك. اللي ضد كثاي سهلة، راح امسك احد الكرفانات الدول الماينر وامسح وجه الارض وخلاص ينضموا لي. طيب وهذه دن خلاص اوكي، هذه هي الدول اللي احتاج اني امسكها. طيب ارجع هنا يا صاحبي، ودي اصرف ذا واجيب السيسترز، السيسترز مرة قويين، مرة مرة قويين. طيب اوراين كمل اطلع شمال، نبي نحارش الزفت كملر. طيب كيف امور الكربشن هنا؟ طيب لفلوا
لا لفلت اموركم زانت وبننطلق. زحفي يمين شوي عشان الدور الجاي ننطلق على طول يمين. حلوين حلوين. الغابة عندنا هنا نلفلها، اللفل المبنى ذا نحتاج نصير ليفل 3. طيب اعطينا المباني هذه الحلوة اللي تجيب لنا فلوس حق سحرة. لا هذا وش بيعطينا؟ كامبين سايت ما تسوى المباني ذي، قسم بالله ما تسوى، جدا ما تسوى. طيب باقي لنا سلوت واحد، ابني الارمر ولا ابني حق السحرة ولا ابني هنا للجنود؟ خلينا نبني المبنى ذا، ولا لا ذا اللي يعطينا التنين. طيب ممتاز، نلفل هذا على مبنى معنا فلوس كثيرة. انت خليكي في المدينة زي ما انت، نشوف المدينة هذه وش كنا نبني فيها احنا، وش خلاص اخر مبنى وش نبني فيه. نختار يا شجرة يا تنين. اتوقع دور ثباني حق ثباني حق التريكن. بس مرة ليش فاضية مباني غريبة هنا؟ اتوقع بانين حق التريكن حنا، ايوه بانينا. فخلاص نبني هنا حق التنين اللي هي الطيور، افضل توزيع. ولا نبني خلونا نبني حق السحرة عاصمة، في الغالب من هنا راح نطلع سحرة. ف نبني، خلونا نبني عادي. طيب انت كلت هذه الساحرة اللي مع اوراين، نعطيها سبلين هنا والسبل هذا، ممتاز نقويها. اوراين شخصيا لفل. طيب يا اوراين نعطيك تقوي جيشك شوي. نحتاج رصاص، وين الشيء اللي يعطي رصاص لجنودك؟ ما في؟ معقولة؟ امنيشن، شيء يرفع الامنيشن ما في؟ والله ما في، بس نبغى نقوي الاسهم. طيب لاني انا بعتمد من ستايل لعبي في الود الف اني احب اقوي الاسهم. طيب ننهي الدورة اللي ابطت مرة طولت. اه يا رقبتي. اه نحتسي القليل من القهوة. كلان سكاير يس يس كل كل مان ثينكس يس. هذاك تكلو والله السكيفن رهيبين. سكيفن على حبي لهم وعلى كثر ما اسولف عنهم وعلى كثر ما العب فيهم ما قد صورت فيهم، صح ولا لا؟ والله ما قد صورت فيهم، مع ان اشوف يوتيوبر عرب اول مره يجربون ورهامر يلعبون بكت كلو، وانا ما قد صورت لكم بكت كلو، فشكلي بلعب بسكيفن في احد التختيمات الجايه. والله ما قد لعبت المعلومة هذه، توني اكتشفها. طيب انبش الديسكفر، الرجال مسوي انبش هنا بسلامته. انكاونتر، وين الانكاونتر؟ هنا انكاونتر. طيب انت يا صاحبي انطلق على الانكاونتر من بدري، نشوف شو الانكاونتر. طيب الانكاونتر ضد جيش من جيوش ال وش هو الجيش؟ A group of rebellion tree spirits، اشجار زينا. اكسكيوت ذم بالراحة، نمسحهم نخليه يلفل هو شوشته، وخذ لك مو ريبلانش اكسبيرينس لانه بيرجع يدخل المدينة، انا بيجيه ريبلانش. ممتاز رفعنا هيلث الشجرة، ممتاز شجرة مرة امورها زينة. طيب حنا وصلنا هنا، الجروث الحين صار 10، ممتاز ممتاز. وش جاتنا فعاليات؟ علاقات مع بريتونيا، الجروث لكل المدن. الشجرة ذي هي أهم شجرة، لو تلفلها وتزيد أمورك فيها خلاص راح تعطيك جروث ما هو بصاحي. طيب البنات الحلوين وش صار لهم؟ أوكي الاتريشن ما زال عالي، كم نسبة؟ 73. بس نبي نهجم على مدينة الزفت ذا وولفريك. وولفريك ذا واندرا والله من أجمل الإعلانات اللي صارت وور هامر، اعلان وولفريك. وي فوت مونستر اند وي بيكيم ذم، قتلنا الوحوش واصبحنا احنا الوحوش. طيب انسحبي لان ما عنده سيج اتاكر. هذول في سيج اتاكر هنا يعتبر، ولا واحد من ذول يعتبر سيج اتاكر؟ طيب انتم طيور ما يعتبرون سيج اتاكر؟ ما زلت تحتاج اني ابني.
ونبني لنا برج محاصر. طيب لو اني ارسلت هذيك افضل، هذه لو خليتها باقي تحرس افضل، لان الثانية كانت تكتيك الكام. تنكلوجيا راح يعطيني 100% من دخل الموانئ، لكن ما عندي موانئ ولا مهتم اني اخذ موانئ صدق. طيب من هو لاست موف؟ اورايون. هل نقشع عاصمة كيملر ولا نخليها؟ خلونا ننقز هنا ونقرر الدورة الجاية، نقرر الدورة الجاية ما في مشكلة. هذا يحارب أحد من أخويانا، بينه وبين كارفرانز علاقات. بس بنزل المايك شوي. أيوة طيب، ويكره بريتونيا. ودي كذا يا أخي دورف، ودي أضربه وأسوي كونفدريت دورفه. طيب يا صاحبي هند تشارج نعطيك، لا لا تشارج ولا هم يحزنون، نعطيك شغلات الكامبين ريبلانش وخذ كوارتر ماستر. ما عنده ساحرة هو، فنبغى نطلع له ساحرة. هنا المبنى ذا بيطلع ساحرات صح؟ أنا بنيت مبنى ساحرات هنا. يب فتحنا هنا مبنى الساحرات، ممتاز. ننهي الدورة، فلوس جالسة تفقع تفقع، اقدر اطلع جيوش الحين ترى كثيرة وقود، بس انا لا ابغى العب على روقان. كل ما كثرت جيوش كل ما خبصت الامور. في مشكلة في بالي صراحة، تدرون وش هي؟ شغلة ما ادري شرحت لكم اياها في المقاطع اللي فاتت ولا لا، لان نسيت ترى من زمان ما صورت فنسيت الصراحة. كل الاشجار سهل ان نمسكها، يعني الخوف نحارش ونضرب اللي موجودين فيها فسهل. مسكناهم في امبوش حلو ريبلانش. الا في شجره واحده هي صعبه، وشجره ذي طبعا تعتبر من اهم الاشجار اللي موجوده يعني في اللعب، يعني ثاني يمكن اهم شجره بعد هذه من رايي. ليش اشوفها مهمه انا ثاني؟ لانها ذكرت بالقصه كثير مره كثير. طيب وين الامبوش حقه؟ هذا هنا بالطقاق. نشوف الايفنت، نشوف في شيء مهم هنا. سيستر جاهزات. طيب اللي هي شجره هذه، لكن عشان اخذها احتاج اني احارب الهاي الف، واذا حاربت الهاي الف هذه مشكله ما كويسه. بس ما هم مشكله الان، هذول مشكله بعدين نتفاهم معها. طيب فتحنا شيء الوي ويتشر، فتحناهم هذول هم اتوقع الوي ويتشر، خلونا نتاكد هم ولا لا. يب الوي ويتشرز من اقوى رماة الاسهم في عند الود الف، ياخذون دورتين. طيب نجند أربعة بس وما تسهم، ممتاز. طيب وراين موجود هنا، خلنا نروح نهزئ عاصمة ذا الزفت وناخذها. حلو، ونبي نكلم دورف. استنى خلني أتأكد من شغلة معينة. اوكي جذور ما توصل لهذا الدورف، لكن ودي اعطي هذه الارض لبريتونيا، ودي اخلي بريتونيا قويه، ما ابغى الدورف ياخذها. فلو اسوي علاقات مع الدورف مثلا اقول له امسك المدينه ذي وعطني هذه مونفريت، ما راح يوافق. طيب كل تبن بالطقاق وما في المدينه ذي بتبقى معي، او حتى يمكن اعطيها بريتونيا ما عندي مشكلة. بس الدورة الجاية خلونا نسوي ريبلانش الآن. بلاكور شخصيا نزل على بريتونيا، على الإمبراطورية. هذا شيء بيكون متعب جدا خاصة للجذور. طيب أنتم خذوا المدينة يلا، ممتاز. خلونا ناخذها بسرعة ومن بدري، نبغى نعطيها كارل فرانس لأن ممكن يدمر المدينة ذي ويخرب شغلنا مع كارل فرانس. طيب وين المدينة هذه؟ سمي يعطيهم السلامة، تفضل. حلوين، ونقدر نعطيه المدينة الثانية برضو. هذه سمي ريس. حلوين حلوين. طيب كيف هيلث الشجرة عندنا؟ حلو جالس يزود. الشجرة ذي تعطينا علاقات مع الإمبراطورية وتزود الدخل. حلو مرة، حلو مرة ممتاز. نلفل فيها المباني اللي تحتاج تتلفل. انت ادخلي في كام، وانت خليكي زي ما انت. طيب شبه خلصت، ممكن
فيستس ياخذ المدينه ذي، فبروح استعيدها واعطيها برضو كارل فرانز. وفيستس ما ودي امسحه، ودي اخليه زي ما هو، بس ودي احجم من خطره، فهمت الفكره؟ ابغاه كعدو لي موجود، ما عندي اي مشكله. هنا في شخص نقدر نحاربه اتوقع، خلينا نشوف الدول اللي نقدر نحاربها. مثلا في هذولا حاربهم، ممتاز. طيب نرجع بنحارب الكل، نبي نرحب بالعداوات. طيب حلوين حلوين حلوين. اكت ما زال موجود بس ما اشوفهم شكل خطر، شكلهم مش غلينة. الدورف خوينا بلقر داخل عليه وبقوة. بلقر بلقر اه بلقر آه بلقر علاقتي معاه سيئة جدا. الدورف بشكل عام علاقتي معاهم سيئة، ليش ما ادري. ودورف منسدح على الامبراطورية قسما بالله، يا انه منبطح عليهم قسما بالله، ما ادري وش فيه. طيب لفل الحلوات هذولا. كوارتر ماستر، هات كوارتر ماستر يا وحش. طيب الثانية لفلت بربوت، خلاص قوينا سحركي. نبغى نعطيكي الحق اليونايتد، يلا لان هذول بيواجهون كايوس كثير، فترفع لنا اليونايتد. هذه من هذه ساحرة كارل وراين، خلاص كذا امورنا زينة. فتحنا السبلات المهمة بعدين خلاص اعطيها كذا، كذا امورنا زينة. طيب مين باقي برضه يبغى تلفيل؟ هذا اوراين شخصيا، اوراين برضه خلاص خلاص اوراين نعطيه اوتو، اموره زينة، كل الليفلات اللي بتمشي خلاص. المدينة ذي خلنا نهيل فيها بعدين نطلع منها. حلوين 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 حلوين. قهوتي بتخلص وقربنا من ساعة، ودي اخلي كذا مقاطع ساعة افضل واروق وامتع، ممكن امتع لكم حتى المتابع، وخاصة في الواو يعني تصير فيها احداث كثيرة، فان شاء الله يعني الحلقة تصير لك ممتعة. طيب كم الرجال يستهبل عند الامبراطورية ما ادري وش يبي، بس كأن بريتونيا مسحب بوجه الارض. انا هذول كلهم ما هموني، انا بلكر بشوف ايش سوى، كمل ولا طلع. بلكر يخوف. طيب حلو جانا الافكت، ممتاز ممتاز. طيب شكل كيملر انشق، امسح جيشه. بلكر وين رايح يا بلكر؟ ما هو جالس يحارب الامبراطورية، بلكر يحاربني انا. الرجال جاي للشجرة، انا كيف ما انتبهت لذا الشيء. طيب انسحاب تكتيكي، وانت بعد انسحاب تكتيكي بسرعة بسرعة. جرش جرش جرش، بلكر جاي هنا شخصيا، بلكر همسلف جاي. اوه عمه معاه قفت في سلانش، من اللي هزأه؟ شو اسمه سيجفلد، والله كفى يا سيجفلد. بدا كف فاز عليه في معركة، حلو والله يا سيجفلد. طيب نطور مبنى ذا عشان نفتح اللي هم السيسترز الدانسرز القويين. هنا وي ويتشر، نبدأ المبنى هذا. وش راح يعطينا؟ كامبين موفمنت رينج سالب 15 انمي، حلو حلو. والريلود اسرع لكل الجيوش. نبغى نلفل المبنى الخاص هذا على شيء، نبني الوحوش هذولا، نبني مبنى المورد ذا. طيب امورنا زينه امورنا زينه. طيب دورثو بحسن علاقتي معاه صراحه، بضطر اني احسن علاقتي معاه لانه معاه الجذور، وغث الجذور. طيب هو ما هو جالس يحارب احد. طيب لو ناخذ ميلتري اكسس اعطيك فلوس شيء. يا دورثو حبني يا دورثو حبني يا دورثو، حبوا لحيك. طيب كربش راح من المدينه ذي. الدور الجاي نتصرف في المدينه هذه. طيب مين اللي ما تحرك؟ اوراين بس. طيب هذه المدينه خلها زي ما هي، ننهي الدوره وسوف نرى ماذا سوف يحدث في الدوره القادمه. ما اجمل القهوه، خلصت القهوه، شكلي برجع اشرب ايس تي. ايوه في جيش هنا
جيش يسمونه كاثي كثاج، اهزمه واحتل الدولة ذيك على اليمين هناك وبعدين اتصرف فيها ما في مشكلة. طيب هذول جوني شخصية، اوه فستوس ابن الكلب مسك جيش الحالة وترك الجيش الثاني، بس بمسح وجه الارض. ممتاز عطني ريبلانش لان في ورانا بيلكورب روح نتفاهم معاه جاي على غابتنا الحيوان. والله كفو جلدة فيستوس. هنا لما يلبرون القادة، وش تبي؟ وش تبي؟ انقلع. ما في، انا ما اعرف الا امبراطور واحد الامبراطورية، وهو كارل فرانس برنس اند امبرا. امبرا. طيب جاها بليك يلي، وهذا جاها بليك يلي يلي. وش المهمة دي؟ ابورتد. eliminate the following lord. طيب هذا هو بلكر قادم جالس ينهب، بنروح نتفاهم معاه، ما هو جالس يجينا ريبلانش. طيب انتي في الوجه، انتي تعالي على الحدود، حلو، وانتي روحي عليه في الوجه. اتوقع انه بينسحب، اتوقع. امسكيه، ليش ما تهجم؟ امال على الحدود. طيب انت تقدرين تهجمين؟ لا والله والله حتى ذي تقدر تهجم. ما في مشكلة احنا داخل اراضينا، هذه الثانية برضه داخل اراضي. يب جاهزين ريبلانش. كم ليفل بلاكر؟ ودي اشوف هل هو فاتح اللايتنج اتاك ولا لا. لا يمسك جيش الحالة، انا هذا اللي خايف منه، لا يمسك جيش الحالة. طيب الرتب ذي بوزعها بعدين 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 بعدين. اوراين شخصيا موجود هنا. طيب يا اوراين راح نبغاك تمسح المدينة ذي الخاصة بكملر، تعطيها بريتونيا، لأن بريتونيا خلاص أبغاهم يصيرون قويين، أبغاهم يقوون ويتفاهمون مع بلكر ويطلعون برا ويحارشون وكل شيء. ودك كن ذا يجي يمسح المدينة ذي. نكاري والله. طيب اثنين واي ويتشر زيادة يا وحش. حلو حلو. وين المدن اللي تحتاج لها مباني؟ اوكي هنا نلفل نلفل لفل. مبنى الخاص فلسنا. طيب ليفلات هذه والله عندها ابيليتي غريبه، سحرها سحرها غريب. طيب نرجع لسحرك بعدين، بس خلينا حاليا نعطيك المهارات ذي كلها. لايتنج اتاك ممتاز. طيب ننهي الدوره بسلام، ننهيها بسلام. طيب اتوقع الدورة هذه بتكون اخر دورة ونوقف التصوير، يعني وصلنا للحد اللي نبغاه احنا، هو ساعة يعني وصلنا جيش اوراين صفر. ان شاء الله مستقبلا نوصل الجيوش الباقية كلها صفر، يصير جيشنا كله ببلاش. بس المشكلة انك اذا حاربت كل قعدت تحارب الناس زي ما تقولون خلاص كفو والله كفو اليوم، راح شقه راح يندمرون زي كذا، وراح تقل الحروب وراح ترجع الرواتب عاليه، تزيد الرواتب. فهي سلاح ذو حدين، وترى تخسف بجيشك. فطيب مين هذولا؟ هذا جليتش يعطيني بعض الدول اني اضمها وهي ما هي نفس عرقيتي. طيب الفاكشن ذات سترويد. حلو كم جيش راين؟ شوفوا زاد الرواتب، الرواتب زادت شفتوا كيف؟ فلازم نرحب بالعدوات، نحتاج نرحب بالعداوات. هل في احد نقدر نحاربه؟ هل في احد من هذولا؟ لا. في هذا نحاربهم ذول الرومرز. تمام. مين بعد نقدر نحارب ما يخاف منهم؟ ما في الصدق. طيب احنا ترتيبنا الرابع العالم، من الاول؟ الخامس كثاي بس، والباقيين والله طايحين. والله يا صاير فري فور اول هنا عظيم في الوسط هنا، ما هو بصاحي. بلكر انسحب القذر، ما نقدر نصيده. طيب ميدلاند بيني وبين علاقات، انا ما بيني وبين علاقات ميدلاند، انا ما ابغى هذا، ابغى ميدلاند. بوريس بوريس تدلر. بيني وبين علاقات فما اقدر احاربه، فكارل فرانز انت اللي تصرف معاه وشقه.
ولا مالي صلاح. دقيقة خلنا نشوف كارل فرانز، هل نقدر في حروب ندخل معاه نعاونه في حروب احنا ما نشوف الدول حقتها؟ زي مثلا هو جالس يحارب، انا كان شفت يحارب هالبت، ولا من اللي كان يحارب هالبت؟ بوريس، بوريس اتوقع هو اللي يحارب هالبت. نشوف بوريس، يب نقول بوريس بندخل معك حرب ضد الهلبت وكلان مودر اللي هم الهلبت. طيب وندخل معاه حرب، حلو. الآن نشوفهم، هذول هم هنا، نرجع نشوف. صدقون كذا نقدر نشوف الدول اللي ما نشوفها ونعلن الحرب عليها بذي الطريقة. يعني زي مثلا هنا، من هو جالس يحارب من ذا؟ دقيقة دقيقة، أبغى أشوف الحلفاء، الناس اللي أقدر أتحالف معهم أتكلم معهم. هل جالسين يحاربون دول ما أشوفها أنا مثلا؟ مثلا خلينا نشوف الهاي إلف يفرس جالس يحارب ذا. أوكي طيب، نشبك مين، البنت ولا هو؟ البنت أقوى، فخلنا نشبك البنت. نبي ندخل حرب معك ضد كلان إيشن وذا بليستريد والكايوس دورف ذول. ممتاز، نسوي معك علاقات كثيرة كثيرة وناخذ منك فلوس. ممتاز، رحبنا بالعدوات. ممتاز ممتاز. برضو الأخو هل يحارب شيء أنا ما أشوفه؟ يبدأ يحارب فامباير. نبي ندخل معك حرب ضدهم. ممتاز ممتاز، خلونا نكمل الشغلات دي كلها الحلقة الجاية. يعطيكم العافية على المتابعة يا شباب، أتمنى المقطع نال إعجابكم. لا تنسون دعم القناة ودعم السلسلة روقان هذه، ما أدري هي عجبتكم ولا لا، خلوكم من إنها وار هامر. الفكرة، فكرة السلسلة روقان، هل هي عجبتكم أو لا؟ وبس، يعطيكم العافية، السلام عليكم.